السلام عليكم، شلونكم، اخباركم، عساكم بخير. حلقة جديدة ان شاء الله نبتديها بصلاة على محمد وآل محمد، ونشكركم مع 16,000 اخ واخت. نتشرف بالكل، ولكن تسكت خلنا نسوي المقدمة المفروض منها. فحبايب القلب، شكرا لكم، شكرا، واتشرف بكم، وان شاء الله طموحنا للافضل. واكيد يعني هذا الضرق على يدي، يعني تفضل سلام، يعني خلينا نسوي المقدمة. يلا بس يا بولي مو ضرق، اجلكم الله نكمل. روى المعاناة يا ولد. خبيث انت، خبيث موتتني كافي. حس حس على روحك. هاشتاق اللي نشرته اخر فترة صراحة بسرعة جاب لنا نتائج، يعني 16 هذا 1016 يجي بسبب الهاشتاق اللي نشرتوه. جزاكم الله خير جزاء، وخلونا نكمل بالهاشتاج. علقوا بأي قناة تقدرون تدخلون هالهاشتاج، تخلونا بتعليقات مال اليوتيوب، أغلب شيء على اليوتيوب ركزوا، وتقدرون تخلونا بأي مكان. طير 16,000 عاوتي، حصلتكم طير مرتب ما لقيت، لأنه يعني السوق حاليا صيف وماكو طيور يا ولد. بس جبت لكم هالكناري وحاول أطبقه إن شاء الله، ونحاول ننتج منه بهذا الموسم، موسم الصيف. ما طول عليكم يا ولد، تفضلوا الحلقة لايك واشتراك وفعل زر الجرس حتى يوصلك الجديد. جملة 10 جوال. ايش قد يصير؟ والله وصلنا على 7. الزوج ب7. الله يرزق حلال. حبايب القلب، مثل ما جاي يشاهدون كاسكو في فوق ال 20 كلمة، والالاف فوق المليون و200 سعره. يابا برانكية طيب الذكر، كنت مالاتي 125. نفس كان عندي لا تذكروني. وهذول 140. الله يرزقك عيني. شلون سعر عندنا؟ 35. لان انت واحد متاكد منهن؟ متاكد منهن. يعني منتجات يمك؟ موفق ان شاء الله، الله يرزقك. بلبل عراقي ب 25,000. عراقي صح؟ حبايب القلب ديك هذا، بس هو بعده شباب ها؟ بيش قد الله يرزقك به؟ بيش قد؟ 30؟ هذا عراقي؟ مال العرب الاصلي هذا صح؟ شنو هذا؟ شنو هذا؟ ها؟ سبرايت، سبرايت سبرايت بس حلو لونه ما شاء الله، موفق به عزيزي. عليكم السلام حبيبي، حياك. سولف التفاصيل، هذا شنو هذا؟ هذا بلبل روسي، عندنا الواحد ب10,000. اي وهذا عندنا بلابيل مخاليف على 15 عراقي. هذا موفق ان شاء الله. عندنا بلابيل روسيه صغار على 15. هذا صغار بلابيل روسيه على 15، وهذا كبير على 15 نفس الشيء، هم عراقي ما شاء الله. الله يرزقك عزيزي، موفق. حياكم الله، اهلا وسهلا. موجود حبايب القلب. مال منو هذا؟ مال الكوت عمري. يلا ابوي التعثيله، التعثيله. هذا مال الكوت. شله وحشه 15 عمري. مرزوق كبير، كبير 15. حبايب القلب، مين يا افراخ اللي يسالني دائما عن مين؟ 35 التك. 35 التك. نفي برانكيه ب 40,000. بلبل عراقي 25,000. حتى الابيض او هذا ابيض ما ادري مصبوغ ما ادري شنو وضعه. وذن يمن 30 على 30,000. كوكتيل لوتينو 65 الزوج، 65. هاي القباب يا ولي، شو مبارح، شو مبارح. هذا الهامستر زوج 25. يما ابو الكياتي شلونك؟ سبحان الله 25,000. موفق عزيزي. هاي هنا البسطية تصير ارخص من السوق، يعني كل شيء بيها موجود. موفق عزيزي. سمان العادي زوج ب4. سمان العادي زوج ب4. هذا اخوان يصير حجم مالته اكبر من الملك اللي عندي. طيب واحد مسيتشينا ب 40,000. عراق هذا حق، وهذا العراق ب 35. عراق متأكد؟ عراقي هذا 35,000. زين كبار. يابا هذا الالبينو ب 65، وهذا غالي ما ينفع حاله. زين هذا شنو؟ هذا 15 بلبل، هذا هذا 15 بس هذا بعده مخلف صح؟ بعده مخلف، هو وحشي هذا.
الشلب هذاك القلب خلنا نروح للشلب. يا بعض يا المضوجة وينه؟ يا المضوجة هذا من وبيش؟ 50 بالعبيش هذا 50؟ ايه 50 شو بلاش؟ استاهل شو تقول روح له؟ شو رخيصات انا ندري بين اغلى من صح ولا لا؟ استاهل وهذا شو اسمه؟ حتى 35 هذا جيرمان مو؟ ولك 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 طار البصرة ها؟ طار البصرة طار؟ اي اجل اشرف ها؟ اشرف موفق ان شاء الله حبيبي تسلم اقول لك هذا جيرمان ولا لا؟ تغير جيرمان اسحوا له جيرمان ما اعرف ها موفق موفق هذا هنا أنا 100 يا ولد نفس اللي جيته هناك استوى صح ولا لا شنو الفرق شوف الفرق اللي هذا هنا 100 تك طير حب يقول انجليزي بس هو اعتقد رصاص فبيش تريده 10 ب10 وضرب استوى 7 على اليوتيوب راح تطلعوا لا صور يقول بيتلو بشي هذا شنو هذا بيش هذا اخذته بيش لو تريد تبيعه لا هذا مو صار شيء يلا موافقين حبيبي هاي عادي يا ابوي بس تخوف لا تخرمشني بيش هاي بيش 15 يقول عادية بس هي ما ادري شو تختلف عن العاديات وهاي الجواهر هم ب 15 يلا موفق حبيبي جينا الفئة الكلاب تكرمون هذا سعره 75 يقول لولو فوكس اسمه انا ما اعرف مين هذا نفس الفئة الصنف هذا نفس الشيء هذا تيرير شو سعره هذا؟ هذا 35 اخوان ملاحظين حتى بالكلاب الاسعار مختلفة قبل ما كانت هيك غالية كانت شباب مشبهين علي وبعدين عرفوني باي بالقلب راعيه يقول سايمون سعره 50000 هاي بشهاده موفق عزيزي باي بالقلب هذا نفس السواله فاجعه قبل شويه بس هذا شلون سعره 50 قلت؟ 90 ب 90 ب 100 شوف ابو عكيوت ما شاء الله هذا المرعب البيت بول سعره 65 هاي نتيجه طبعا اقول لك هاي مفرخه شو؟ ايه جاي اه وين الجرام مالته هسه؟ هذا يابا تخوف تخوف مرزوق حبيبي يابا هذا العزيز وكلش وكيح يسوي مشاكل هذا 150 سعره هذا جيرمان هذا شنو هذا هاسكي؟ محور اه محور ايه هاك شي مضبوط شلون سعره هو هذا؟ شادينه 2.5 شلون سعره؟ شنو هذا؟ شنو؟ شو اسمه؟ اه صديق محور يلا مرزوق حبيبي طيبنا هذول بيت بول صغار بعدهم الواحد ب 150 هذا الشرس هذا لا عضك سلم لي السلام عليكم شلون سعرهن؟ 15 وذن بيدك بس انت بيش 10 خالص جنينه ب 10 بيش خطوتين؟ وذن ب 10 اه والله 4 الله يرزقك يا حبيبي وهذا هم 25 هاي بلا ابو الافراخ شلون سعرها هاي؟ 40 هاي حلوه ب 40 على شو انتم ملاحظين علي شباب ظليت تحب البزازين والكلاب شنو السالفه انا ما كانت ما شفت هيك عمره مرزوق قلت له سالت عليه قال لي اسكي هذا في شرف رفيق ها شلون سعره؟ 65000 مرزوق حبيبي عاشت ايدك انا شلون سعرهن؟ ال 41 ال 41 هذا شنو هذا شيرازي؟ شيرازي ال 41 شيرازي ها مرزوق حبيبي جواك الله خوي فدوا روح لك يا عمري فدوا روح لك طيب شرف بيت يا عمري فدوا روح لك الحمد لله هاي شنو لك ذني لك هذا من كل الربع اه اليف يعني هذا اليف ويحكي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله شلون سعره هذا؟ هذا تقريبا 60000 هذا ب 60 اليف وش كم كلمه بيه؟ تقريبا 3 كلمات 4 ويرقص ما شاء الله يعني انت اذني تخريجك؟ لا ايه هنا ربع عد ولد مربي اه وهذا شلون سعره ذا؟ نفس السعر هاي هاي كلها في حله مو؟ كلها اي ما شاء الله هاي المينا شلون سعره؟ هاي 100 شلون سعر 100 هاي؟ ايه هاي متكلمه وهاي متكلمه ها؟ اي ريال اقوى بس هاي صح؟ اي هاي اقوى الله يرزقك اخوي ذني شلون سعره؟ هذا 60 هذا 2000 وعين حمره 60 الله يرزقك هذول الحلويات ب 50 اثنيناتهم ب 50 شيراز نذي وفو حلمو لو اثنين نتاية لا لا نذي وفو الله يرزق حبيبي حبايب القلب هذا دجاج دجاج
الدجاج برانكس زوج 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 ب 20 بس يقول هذا يكبر بعد يصير حجم. هذا شلون سعره برقيبه؟ 17 مثل ما اعتقد 17 الزوج زوج زوج الله يرزقك. الزوج ب 11 دجاج هو يقول عرب بس انتم ذيك الحلقه قلتوا لي مضرب ايراني. وهذا زوج ب 20 20 على 17 على 18 خلي لي 2000 كيف هذا 18 ما يبيعونه. هذا بط لو شنو بطوط ليش عرب ب 10 بس هو منعس الله يرزقك يبوي. هذاك بطير الحب شلون سعره ذني؟ ب 12 تاش بياض متعور رجله شنو؟ لا بس شو اسمه لا بس شوي مكلبه رجله دير بالك نقثه نقثه شلون سعر ذول الاثنين؟ يا بلاش يابا 65 الف اللوتينو عين مرزوق حبيبي على 25 الزوج. هذا شو اسمه دار الحب المكتب بعد تردون يا ولد هاي الحلويات جبتها لكم مرزوقين عيني. دجاج السلكي شباب هسه هاي شنو دجاجه مو؟ نتيه وهذا الفرق بين النتيه وبين الفحم. شلون سعرهم قلت لي؟ 150 في النجاح مرزوق يا روحي فدوى اروح لك فحل واثنين نسايه طار البصره طيب القلب. هذا 35 جاوة عسلي 75 هذا الله من يوم وهذا 70 هذا 70 العسلي هذا 35 هذا جاوة 35 وهذا العادي 25 الله يرزقك يا طيب موفق الشرق. هذا رينبو شباب الولد يقول 45 ليش بيحن قفل كلش اغلى لك 40 عم غالي التعال بيض المليك حجي ما شنو هذا شلون سعر هذا؟ هذا ملقح متاكد منه لو ما بعد ما موفق ان شاء الله 4000 225 هذا 150 وهذا 225 وهذول 91 مرزوق يا طيب الله يرزقك. هذا جاوة ب 35 وهاي البومة رمز النكد البومة ب 80 زين فين ب 80 فين ب 80 شباب ضايجة ضايجة خرب يومك يابا البينو فستان العرس مشقق هاي حالة نفسية ما اعرف غير ريش سبحان الله جواك الله حبيبي شلون سعره هذا؟ 75 نثيه فهل نثيه البينو 75 عين حمراء بس هي شنو شبيره بالعمر اخوان شنو الدليل عندك شبيره بالعمر؟ شوف الحدقه مالت العين 75 ما جاي تشوفكم المهم صار عينها ضيقه وهذا شلون سعره هذا؟ 120 شلون سعره؟ هاي الدره 120 هذا 120 هذا شنو؟ نفس الشيء هذول شلون سعرهم فاخر؟ 22 20 هذول طيور حب الله يرزقك يا طيب هذا سنغالي 75 الزوج هذول شلون تميزوا من اثنين من الفحل؟ ما حد يعرف انت وحظك يعني هذا حمام الروع بالزوج 35 والله وقع الروع انا شو ما اعرف وين يابا ابراهيم نثيه وفحل اسف اسف اعذرني اعذرني خاف ضايقتك شلون سعرهم دول؟ 80 بيهم مجال مو؟ ايش قد بعد بيهم مجال؟ قفل صدق بيش انا ما اشتري بس على اليوتيوب جاي اشتري سوق انت ب 70 يلا مشكور عينك هذول شنو شو سعرهم؟ الله يسعدك هذا ارنب تيدي لوب هذا تيدي لوب مهجن ايه هذا ارنب غيني ارنب هندي مستر غيني الى 15 شو سعره؟ 15 20 15 20 20 باع الارنب يا ولد انا على بالي بالي هامستر هذا ارنب يا ولد مو هامستر شنو؟ شنو هامستر الله يرزقك طيب فان دول 250 يقول سبراي هذا عرف وهذا طلقة حلقات عراقي هذولهم 250 ما ادري يقولون هذول جماعة دجاج شنو الوضع هذا الهامستر شوفوه هاي هي وجهالها هو اكبر من الارنب ستون شوفكم اياه سبحان الله
ليش هذا؟ ويا ايش قد الفراخ؟ يا فراخ اثنين سبحان الله الله يرزق حبيبي. هذا الدجاج شلون سعره؟ 50 ريال. دول شنو نوعهم؟ هندي. هذا هندي ب 50. شنو هذا نوعه؟ 4. شلون سعره؟ حق الدجاج على 15 ديش. الله يرزق حبيبي. سمان ملكي يا ولد اثنين فل ب 10. الله يرزق حبيبي. هاي هنا عياده بيطريه وهاي الحبوب. هاي الحبوب يا ولد كلهن ماخذ من عتن على نوع نوع وجاي يسلقن للطيور. خاصة الكوكتيل يعني المعاقيف كله يشتغل. شلون سعر ذولي؟ هاي مو زيادة 60 وهذا 50. هذا 50 شو هذا مو نورمال هذا شلون 50؟ هذا عراقي. هذول شلون سعرهم؟ الله يرزق حبيبي. ولد كل من يبيع بكيفه يعني هسه ذن النورمال هنا ب 25 ألف يجوز حتى ب 20 يكون الولد يقول ب 50 يعني هذا مو سعر السوق ثابت كل من يبيع بكيفه فماكو سعر ثابت. وهاي المحلات يا ابو انواع واشكال. هلا شوف ذولي هاي اخوان راعيهم ما موجود فما اعرف اسعارهم. انواع واشكال كل شيء موجود والاسعار مثل ما تشوفون يعني ناس صاعده ناس نازله. وقت الملكي هذا الاحمر شلون سعره قلت لي 20؟ 40 ب 40 زوج 200 على 30 اخوان المحلات دائما تكون اغلى من السوق بس يعني طير تاخذه. هاي شلون سعره؟ هذا ب 20 هذا ب 10 تنجس كناري وخاليف ب 20 مو قلت؟ مرزوق عين الله يرزقك. محل الببغاوات يا ولد بس هاي ما ادري دجاجه ما ادري شنو ببغاء هاي 200 يقول مهلوسه خطيه ياخذ كل مره واحده ببغاء. اخ فيك هذا جنبك ما ادري هذا حتى سعره ما اعرفه الولد مو موجود بعيد علينا يعني هالمحل المره ما بيها الببغاوات بس هو اقوى محل بالبصره صاير مركز السوق بالضبط. طير حب انجليزي ب 90 واكو ذاك العادي ب 15 وقت ملكي العادي الزوج ب 10 بالمحلات. شاب شرفكم ليش جايبين ببلش كناريات شرط التغريد 51 الف يا ولد كوكتيل البينو اوروبي 125 هذا مستورد يا ولد 175 وهذا المذبوح ترى وهذا المذبوح زوجي ب 20 مشكلتي يا ولد باولي هذا ما اعرف اسمه شوفوا هذا البقع جاي يغرد وهذا المنانه جاي يغرد براس الاسود جاي تشوفون هذا يغرد وهذا المنانه يغرد يعني حتى من شكله ما يتميزون. جولدن اخضر 75 شوف اسعار صعدت هالمره هو صعد هاي الدرار يا ولد الزواج ب 900 جواب يقول لك 85 وعلى طول بسم الله ما شاء الله هو هذا مال القتال يا ما شاء الله حياكم الله. هاي شلون اسعارهم؟ على 15 تك؟ هذول نفس الشيء؟ هاي ايش قد جواها؟ شهادات ها؟ شهادات بيش هاي هي وتسعه حبيبي شكرا. شو تريد حبيبي؟ تريد تطلع اليوتيوب؟ بس نبيع هذا ب 20؟ ايه 5 حبيبي عليك شلون سعرها ذن؟ 10 بيش هي والعشرة ب 50؟ اي الله يرزقك حبيبي حياك الله بيش هاي الحلويات؟ 8 هذا عرب؟ تك ب 8؟ ب 8 شكرا جواك الله حبيبي شلون سعرها ذن؟ الوحدة على 8 الوحدة على 8 ذن فراريج ها؟ ايه مرزوق يروح وهذا حمام يا كريم اخوان الزوج مالته ب 20 ما شاء الله شوفون بيضات جواهن حبايب القلوب وختامها مسك طبعا نسيت اصوره هذا كناري فحل جبته للنثيه اللي عندنا النثيه خطيه فول جهوزيه وذول الزينب مو زينين بالمحميه حايرين بعيشتهم هذا خاص السوبر وربيع الكناري مالنا هذا الزلمه راح نزوجه ونطبقه جوا بالبيت
كل شخص التقيت بيه بسوق البصرة هاي الجمعة راحت وما قدرت اصور وياه لانه ادري الفيديو راح يكون كلش طويل. اتشرف فيك اخوي وانت يعني ما اعرف شلون اعبر لكم شكري وامتناني لكل شخص صار علي فلان وسلم علي. الناس اكيد يعرفوني من القناة ومشكورين وهذا فخر لي والله العظيم. فهاي نهاية الفيديو حبيت اشكركم لانه ما قدرت اصور وياكم لا الفيديو صار طويل وانتم اكيد عارفين هذا الموضوع ومقدرينه. جزاكم خير جزاء وهاي نهاية الفيديو. في امان الله انتظرونا بحلقات جديدة واقوى. اشترك فعل زر الجرس لا تنسانا يا ولدي.